نبدأ بقى مع حضراتكم. زي ما قلنا كده عندنا رسائل مهمة جدا لازم توصل لكل الناس. لو حطينا كده عنوان للي حصل امبارح تحديدا أنا بتكلم، مش هينفع نقول غير حاجة واحدة، أعتقد هي هتكون هو في إيه. هو ده كان عنوان خطاب النادي الأهلي إلى اتحاد الكرة، وهو برضو سؤال جماهير الأهلي لنفس الجهة، هو في إيه بالظبط؟ إيه اللي بيحصل؟ الحقيقة يعني الحكاية مش هتحتاج أي مجهود من أي شخص مننا عشان يوصل لنفس التساؤل ولنفس القدر من الاندهاش. اللي يبص لخطاب النادي الأهلي اللي كان موجه لاتحاد الكورة مش هيشوف غير كده. أكيد كلنا يعني لو تأملنا الخطاب الرسمي اللي أرسله النادي الأهلي إلى اتحاد الكورة امبارح هنلاقي أنه أعلن من خلاله وبشكل يعني في قدر مهول من الصراحة أنه خلاص بالبلدي كده ما معناه فاض بيك كيل من الظلم التحكيمي، وأنه لابد من تدخل فوري لإيقاف الأخطاء وخصوصا الغير مبررة منها. صحيح، وفي اوقات يا كريم كمان خليني اقول لازم تقول كده عليها غلطة وتعدي، يعني اوقات كان تقول غلطة وتعدي، انما المشكلة الاكبر بقى هي فكرة هنا لما تفضل الاخطاء دي تتكرر والمتضرر بيكون هو نادي واحد بس. ساعتها لازم اعتقد نقف كده ونقول احنا محتاجين حل. هو ده بالظبط اللي النادي قاله في الخطاب، ان في سلب وفي حرمان حصل للاهلي من حقوقه المشروعه بشكل اعتقد كان غير مقبول. اكيد، ولازم كمان نشير ان النادي الاهلي كان حريص جدا في خطابه على التاكيد على انه صبر كتير جدا، اخذا في الاعتبار لان كالعاده النادي الاهلي مش من النوادي اللي بتحب تدخل في مهاترات كتير وما بتحبش تعلق باستمرار على اخطاء التحكيم، الا انه تدخل مؤخرا عشان الاخطاء ما وقفتش بس عند حكام الساحه، الموضوع وصل لما هو ابعد، امتد حتى لحكام الفار زي ما حصل في مباراه وادي دجله وايضا في مباراه البنك الاهلي. مش بس كده، خليني اقول لحضراتكم يعني انت بتدور على حقوقك اللي بنأكد ان الاهلي اكيد اكيد مش هيسيبها. بتسأل هو فين الحكام الدوليين من مباراتنا؟ طيب حاجه تانية، ليه الابعاد ده اللي احنا برضو مش فاهمينه بصراحه؟ لو انت عايز تجرب طيب هتجرب في البطل يعني باللوجيك كده او بالعقل؟ اكيد لا. ومن سخريه القدر ان في الوقت اللي الكل مستني فيه من اتحاد الكوره انه يتعامل بمنتهى الجديه مع شكوى اكبر نادي في مصر، بنلاقي يقرر إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات بداعي ارتكاب وسلوك غير رياضي. والكلام ده بيحصل في الوقت اللي لو عدينا كام موقف آخر حصل من لعيبة في أندية تانية هنلاقي إن الموضوع الحقيقة يعني أقل وصف ليه إن فيه ظلم يعني كبير جداً.